نزلوا عليه الطب عادي ديال السردين، راح تحتاجوا الرمله، راح تحتاجوا الزيت كابيله، زيت كابيله كلشي كيسول على زيت كابيله راه كيتباع في المحلات ديال الصيد. اول حاجه اللي غادي نديروا هي غندبقوا، بسم الله هذا الشيء كندبقوا حتى كيولي كما كملنا الجانو هذاك جينا الخلطه السحريه ديالنا كنضيفوا على الخبز، الخبز اللي كان كارم والافضل تحكوه باش ينشف لينا كلوحوها في المكان اللي غادي نصيدوه. نحاولوا نضربوها فيلي بهذه الطريقه، كنشق حتى لتحت، كنمشي بالموس، هاهي اللحمة خرجت، هي هاديك، مش الحيمات. دابا طريقة التركيب ديالها في الصنارة بلا خيط سحري ولا فيل ماجيك، هادي الصنارة، الصنارة كنصيدو في الصنارة النمرة 15 ترقيعة 28، كنركبو بحال الدويدة بهاد الطريقة، بهاد الطريقة، هاهي اللحمة واخا تسوسها هاهي مكت. منك ليه؟ هاد الله سير اسير مضروبه فيه مزيان اسير قنطر على مول انا سير منك ليه؟ انا بعد منك علم الله يبارك حول الراحة قم ضروبة في مزيان كيلو و 320 غرام الطخ تاعو تبارك الله وين الصمتة صبر صبر جيبوا لها الشلابر هو الرئيس كيبقى الشالامبري معلم طلع صافي سوق الشيخ كاين تبارك الله صبايا طوي اول ليا بصمتة سمكة حيزة سمكة والله كثير تخيل راه شي جوج كيلو كيلو 80 غرام تبارك الله علم الله بارك الله برا نشوف برا نشوف مضروبة عليها باش تليق معاها منك ليه حيد حيد منك ليه اللهم يسير سير سير على الله اللهم يسير شوية
سير بارك الله سير 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 بارك الله راحة على مرة قطع شي واحد وي وقلا الله يخليك صنارة مصدية شيه قطع شي واحد مازال باقي بغيعش كيلو 390 غرام اوب سلاش معلم عليك اور بلاك جليدة شوية ما كان غادي يطير أصغر ما شي حاجة عندي 150 غرام ايه هالبارة ايه هالبارة سالينا